برعاية ومشاركة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، نظمت الجمعية مسيرة العصا البيضاء للعام الثالث على التوالي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء. للتوعية من خلال تجربة الحياة التي يعيشها المكفوفون، نظمت جمعية الإحسان الخيرية مسيرة العصا البيضاء للعام الثالث على التوالي تزامنا مع اليوم العالمي للمكفوفين الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام. تنظم جمعية الإحسان الخيرية مسيرة العصا البيضاء للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة المكفوفين والأيتام وجميع فئات المجتمع من شخصيات ومشاهير وغيرهم. الفكرة في المسيرة كل واحد بيشارك في المسيرة مثل ما انتم شايفين لابسين نظارات الناس، يلبس نظارة يغمض عينه ويمشي يعيش تجربة المكفوف لمدة نصف ساعة. اليوم نحن في سيتي ووك بناخذ لفة كاملة بعد شوي لمدة نصف ساعة مثل ما ذكرت، ونعيش تجربة المكفوفين ونحتفل معاهم، لأن المكفوف راح يحس أن أنا أفضل عنك، أنا فاهم أكثر أمشي حاليا أفضل من الطريقة اللي أنت تمشي فيها. المشاركة في مبادرة العصا البيضاء فرصة للمشاركين ليخوضوا تجربة إخوانهم المكفوفين، حيث تعكس المبادرة رؤية حكومتنا الرشيدة التي لا تفرق بين أبنائها ومواطنيها، سواء أكانوا معافين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالكل يحظى بنفس القدر والاهتمام من حيث الدعم الدراسي والوظيفي والحياتي. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار رؤية جمعية الإحسان بضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة في توفير احتياجاتهم ومساعدتهم وتفهم ظروفهم، خاصة ذوي الإعاقة منهم. المسيرة البيضاء هي احتفالا ليس فقط بيوم العالمي للمكفوفين، لكن هي تشجيع المتطوعين وتشجيع أيضا حماس للمكفوفين. للمكفوف ما بس يعيش اليوم واحد، يعيش السنوات كلها وعنده قدرات عجيبة، فنحن نبغى نكتشف قدرات هذا المكفوف. سبحان الله، هم دلونا وهم وجهونا، هم وصلونا من البداية إلى النهاية، فهذا إنجاز، فلا نستهين بهذه القدرات، هاي قدرات عظيمة ولها أيضا باع كبير، فنقول لكم جزاكم الله خير. هذه فرحة لا توصف بأن نحن نشارك أخواننا المكفوفين في هذا اليوم العالمي. في هذه المشاركة أنا أقدم لهم الكثير، أنا بس أشوفهم هم فرحانين أنا أكون فرحان معهم. وتفاعل مع المبادرة أكثر من 1000 مشارك ومشاركة وشخصيات مجتمعية وإعلامية، إضافة إلى عدد من الأيتام الذين تكفلهم الإحسان، بهدف ترسيخ الأثر الذي يمكن أن تحققها المبادرة الإنسانية وما تعكسه من تضامن مع فئة المكفوفين وتحديهم للمعوقات والصعوبات التي يواجهونها. أهمية المكفوفين وخدماتهم وأهمية دمجهم في المجتمع رسالة أراد المتواجدين المساهمة في إيصالها في اليوم العالمي للعصا البيضاء. لأخبار الدار فايزة ضنحان.